سيارة شحن كبير زي في عفش بيت وفرشات ناس يعني تمام. وصلوا البيت هنا طبعا أول ما نزلوا من السيارة بدوا يصفوا الموجودين في المكان. خبط واحد عندي هنا طلقين على باب المحل. أول ما دخل كنت أنا في المحل هنا خبط طلقين ودخل عندي في صفحته وبإيده ظل أكثر من ثلث ساعة هو يشيل زر. بعدين طلع سلمين من الباص طلع سلمين دخلوا على البيت استهدف على البلكونة. كنا واقفين على باب الدار وسيارتين سيارة زي سيارة الزير زي تحت الاتصالات وفلوكس واجن عليها عفش. نزلوا من التامين وحطوا السياب فردوا السياب فوق الدار ونزلوا ضرب صواريخ وقنابل وطخ جوا الدار. سللت وحدة إسرائيلية خاصة كانت متخفية في القسام وداهموا بيت جارنا اللي هو الدكتور أحمد الجمل. هم كانوا بيعتقدوا أنه في أسرى إسرائيليين في البيت فأطلقوا النار في كل الاتجاهات وقتلوا الرجل صاحب البيت وقتلوا ابنه وزوجة ابنه. الآن هم تحاصروا في المكان ويبدو أنه صار في مقاومة عليهم وردات فعل من الناس من المقاومة فبالتالي صاروا يطلقوا النار من كل الجهات والصواريخ وقنابل انرجي. هذه السيارة بقت لليهود دخلوا من عند العودة ولفوا واجوا هنا وقفوا ساعة ما وقفوا خربت السيارة وقصفوها. بعد هيك اخذوا كم من جنود طلعوا ولفوا من عند العودة قنصوا الناس اللي هناك.